منصة مكين لتدريب الدعاة والمعرفين بالإسلام، أصالة المحتوى وروعة الأسلوب. البرنامج التدريبي الأنماط الشخصية وتطبيقاتها الدعوية. يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات والاتجاهات اللازمة لتحديد أنماط الشخصية وتوظيفها دعويا. في هذا البرنامج التدريبي العوامل الخمسة للسمات الشخصية: منطلقات دراسة الشخصية، السلوك والانفعالات والغرائز والنزعات العامة، نظريات أنماط الشخصيات، كيف تؤثر النواحي الاجتماعية والثقافية والعادات في تكوين الشخصية، مقاييس أنماط الشخصية، مقياس MBTI الذي يحلل الشخصية إلى 16 نمطاً، مقياس DISC الذي يحلل الشخصية إلى 4 أنماط، تطبيقات أنماط الشخصية في المجال الدعوي. يتكون البرنامج التدريبي من 7 وحدات تدريبية، وفي كل وحدة تدريبية عرض تدريبي ونص قرائي ودراسة حالة وتدريبات جماعية وتقييم، وفي نهاية البرنامج التدريبي مشروع عملي للمتدرب.